انا ماضي على التسمي في وشي الاسم بلف في سجاره مش تعلى بضرب عن خربان من صغري ادو كل الاخصام على النهارده بعنوان توجي انوماكي. لو جنبك اوتاكو اسأله مين توجي، ولو ما جنبكش اوتاكو نقول لك مين توجي. توجي هو شخصيه من مسلسل انمي اسمه جوجيتسو كايزن. اللي بيميز توجي ان هو ما يقدرش يستخدم كلمات عاديه زينا، يعني هو اخره ان هو يقول تونا او مايونيز. سنة. ليه بقى؟ عشان هو ماضي على نفسه عهد ان هو ما يستخدمش كلمات او يتواصل مع الاخرين باستخدام الكلمات، في مقابل ان هو لما يقول كلمه تستخدم جزء كبير جدا من السحر بتاعه. فده من الاخر راجل ما بيهريش، فاهم؟ يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا حابين نفكركم ان احنا بننقي كام بار عشوائيا، لان في اغاني لو خدنا كل حاجه جامده فيها مش هنخلص. زي مثلا المره اللي فاتت لما اتكلمنا على محدش لو عندي حاجه وفوتنا بار صغير جدا بيقول لك لسه اللحظه كنز في صحراء، فاهم؟ فاللي هو تعالوا نبدا النهارده بفرق. وفي ثلاث حتت بحبهم جدا. اول حته بتقول لك ايه؟ استعبطت ضحك الطفل استحمل قمص الوحش ادب في الارض واديك خلفيه رفس الجحش. استعبطت ضحك الطفل استحمل قمص الوحش هدب في الارض واديك خلفيه رفس الجحش، اللي هو انت ما عجبكش الطفل الحقيقي، فدلوقتي بقى انا هتحول لوحش وهتقمص برده وهيدبدب برجليه في الارض. بس المره دي تخيل بقى وحش كبير جدا بس بيدبدب برجليه في الارض زي الطفل، يعني عارف مدمر بطريقه فشيخه. بعدها بار فشيخ جدا بيقول لك ايه؟ دشيت المرايه شفت نفسي وانا بتجزق كتلزق هجمع الحتت بقى ولزق. دشيت المرايه شفت نفسي وانا بتجزق كتلزق هجمع الحتت بقى ولزق. ليها بعد نفسي خطير جدا. ان انت دلوقتي تخيل مثلا الاغنيه بتاعت عبد الباسط حموده اللي هو ببص لروحي فجاه لقيتني كبرت فجاه واستخدام المرايات عموما كتشبيه لحالتك النفسيه. فابيو دش المرايه وشاف نفسه وهو بيتجزق، هو اذى نفسه وشافها وهي بتتكسر كده جت لزه. في حاجه اسمها ميلانكوليا، ان انت في حزن بتستمتع بيه نوعا ما. جت لزه هجمع الحتت بقى ولزه، اما اشوف هصلح الكلام ده ازاي. تعال نخش على الحته اللي بعدها. اجمل حته بالنسبه لي في الجزء ده من الاغنيه، لان احنا مش هنتكلم على الاغنيه كلها، بيقول لك ايه؟ شفايفي بتشقق ومتحكم بالمطر الشمس بتحوجني للظل بحرق الشجر. اللي هو بص ان مفيش حد هيذلني، حتى لو شفايفي بتتشقق مش هحلم بالمطر، ولو الشمس دي هتذلني ان انا اروح اقعد تحت شجره هولع في الشجره نفسها بدل ما الشمس تتحكم فيا. قبل اوكي بس على بعض بسرعه جدا. ماجنوليا لحسين وفليكس، الثنائي ده حاليا بيعمل شغل عالي جدا، فتعالوا نسمع الكلام. لا تقول لي واقول لك ولا بجيب العافيه ولا بجيب الحب ولا بقى الدنيا ولا بجيب العافيه ولا بجيب الذوق. لا طب انت بتيجي ازاي يا باشا؟ لغيني ده ايه الكلام؟ وبخف بكونياك تعال عشان علشان دماغي بتزوق. وبخف بكونياك، اوكي بتخف ان هو انت مثلا لما يبقى عندك مسكرات خمور منكر يعني بتخفه مثلا بسيفن، زي مثلا ابو الانوار دايما بيخف البودكا بسيفن. هو بيقول لك انا بخف بكونياك، كونياك نوع من انواع الخمره الثقيله جدا فهو بيستخدمه عشان يخف. انت بتشرب ايه؟ بنزين؟ انا عايز بعد كده الاغنيه مليانه قنابل كثيره هنتكلم عنها في حلقه كامله، بس تعالوا نخش على بار من بارات فليكس. وقت ما كنت انت في جمده بديم كنت انا والامنا في جيم خلاويص. وقت ما كنت انت في جمده بديم كنت انا والامنا في جيم خلاويص. امتى انت كشخص كراجل بقى مثلا في مصر بقى ومش عارف ايه، امتى بتبقى كوم ده بديب وانت في اللفه؟ هو الوقت اللي انت كنت فيه باللفه في حضن امك. انا كنت انا والشرطه بنلعب خلاويص، فاهم؟ انت متخيل العبقريه اللغويه بتاعت ان انا والامنا بنلعب جيم خلاويص وهو اوريدي في لعبه ثانيه اسمها عسكر وحراميه بيجروا فيها ورا بعض؟ لا انا بص هجيبهم اللعبه بتاعتي بقى انا وهم بنلعب خلاويص. رايق جدا الاغنيه دي، رايقه جدا. تعال نخش على اللي بعدها بسرعه. اللي بعده بواكيز لبابلو، من اكتر الناس اللي بتفكرني بتوح. من زمان بابلو عنده كام بار كده لوحدهم تحس ان هي حته صغيره قوي بس فيها حاجات كتير جدا، اللي هو بيقول بالملي، فاهم؟ زي فم مكه مثلا لما قال لك عايزين ناكل عيش نعمله فته، فاللي هو عايز ياكل عيش يجيب فلوس ماشي، بس هيعمل فته بقى اللي هو ليتس جيت ذيس بريد مان، اللي هو احنا مش هنجيب شويه عيش صغيرين، لا احنا هنعمل فته بقى من اللي هي فيها اربع خمس ترغيفه دي. زي برضه في اغنيه كنترول لما بيقول لك بحرقهم من نظره وتفع على المايك بس بيت بترول. هو عايز تتخيل كان بابلو ساحر كده، البارات اللي هو بيقولها كانه بينفخ بترول في المايك يحرق بيه الاعداء، عارف لما الساحر كده. بس نوصل لاحلى بار يعني قصير جدا نفس الوقت يحق. لا
حرفيا اربع كلمات كده بس رايق قوي. بيقول لك ايه في بواكيز كلها بتركب انا بسوق، يعني كل الناس دي بتطلع تدور على الموجه بقى وتركب الويفز والحركات، انا اللي بسوق يا مان، انا اللي بشد الناس دي ورايا. خش على اللي بعده، خش على بعده بسرعه. تعال نخش على الاغنيه اللي بعدها اللي طويله جدا وما بيتمش فيها استخدام كلمات كتير، من المغرب الشقيق كارت مان بين حسين سنور. الراجل ده رايق وكرييتيف بكل حاجه هو بيعملها، عامل قناه على جنب صغننه كده اللي هو انا مش مهتم بالفيوز، انا هناك بجيب فيوز كتير جدا معايا فلوس دلوقتي قشطه فاهم، بس انا دلوقتي عايز اعمل حاجه صغيره كده على الرايق. فهو عامل اغنيه رايقه جدا اسمها زرق. تعالوا نسمع الفحوه بتاعه الاغنيه. اوكي بص بيقول لك ايه. زرقاء زرقاء زرقاء، هي الاغنيه كلها زرقاء زرقاء، وسمي فراشه زرقاء، وسط منامي فراشه زرقاء. هو شاف الحلم فراشه زرقاء قام يجود فاهم، هو ده الجمال يا اسطى، والله جامد جدا. بقى الاغنيه طبعا اعذروني عشان المغرب الشقيق وكده، يا ريت اي حاجه عربيه نتكلم فيها لو حد فاهم الليركس يشرح لنا في كومنتس، وقولوا لنا في الكومنتس برضو لو في اغنيه فليكسيه جدا نفسكم تتكلموا عليها، او نزلوا ستوري واعملوا تاج لودد بيستلز وهنتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. نخش على التراك اللي بعده، تراك قوي ديركتلي بس مش جاي اتكلم على الكلمات خالص، تراك ذا سيرش لان اف. الاغنيه فيها شويه صور جميله جدا، وان اف بيتكلم على ان هو بقى له فتره قاعد في البيت مش عارف يواجه السواد اللي جواه، وراح لدكتور نفساني قال له لا ده انت محتاج تعزل من جوه جوه، ده اللي هو جوه نفسيته بقى. فهو راح نفض هدومه وعلق قلبه عشان يتهوى عشان كان مكمكم، وحوارات كتير جدا بس مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه. فدلوقتي الامريكان عندهم تعبير كده لما حد يؤدي المهمه على وجه تام يقول لك هي ايت او شي ايت، ان هو مثلا واحده لبست فستان شكله جميل جدا يعني هي شي ايت شي ديفورد، او واحد مثلا ادى على المزيكا عبقري فاهم هي ايت. فالتعبير ده هو اكتر حاجه جايه في دماغي على الحته اللي هسمعها لكم دلوقتي. It's probably gonna be a long journey, but يا اسطى سمعت جمال التعبير اللي هو الكلمات خلاص مش لازمة. هو دي فكرة توجي اللي انا اتكلم فيها، الكلمات مش مهمة، مش لازم اقعد نص ساعة بشرح تعبيره بس، والحين اللي في صوته دي بتبين لك كمية الغمقان اللي جواه والحاجة اللي نفسه يطلعها فاهم. عبقري عبقرية جدا، اللي هو اجمل حتة بالنسبة لي في الاغنية دي هي صوت مش كلمة. اسمع اسمع بص اسمع اسمع تاني معلش اكس اوكي. Life gets blurry and things might hurt me. It's probably gonna be a long journey but والسبب ان الحتة دي بتفكرني قوي بكوبليه من اغنية الف ليلة وليلة للسيدة الراحلة ام كلثوم، كوبليه بتاع يا حبيبي لما عملت الحركة دي. بص هي خرجت بره حد الغناء والطرب حرفيا، اتألمت يعني هي طلعت بتاع الوجع. فمش عارف ليه يعني اللقطتين دول فكروني ببعض جدا. روحوا اسمعوا الاغنيتين، تعالوا نخش على اللي بعده يلا بسرعه. خش على الاغنيه اللي قبل الاخيره خطاف ملل، يلا بينا ملل. لا يمكن نعدي اكتر يعني، هو هنطلع كام بار من اول دقيقتين كده ومش هنكمل. الاغنيه دي محتاجه اربع حلقات مش حلقه واحده. عايز اقول لك كمان ان عشيره غرلات اصلا اول ما بيتكلموا كده الدنيا بتبقى تمام جدا بالنسبه لي. لن انسى البار بتاع استاذ الهم توكيز لما بيقول له على راي الوحش انت هتعيش مع وتموت مطر. بس هو يا اسطى جميل قوي، تخيل انت هتعيش تحكها كده عشان الناس تعبرك وفي الاخر هتموت مطرب مالكش لازمه معفن. اوكي بس دلوقتي تعالوا نتكلم على كام بار صغننين جدا مش اقوى حاجه خالص من مدد بس حلوين قوي. تعالوا نبدا. اهين تاريخ رابر قديم للاسف قديم مين، لو رابك مش ساحر ازاي هنقول ده عمل. بيقول له اهين تاريخ رابر قديم مين، لو رابك مش ساحر ازاي هنقول ده عمل. يا اسطى سحر وعمل واعمال، اعمال سفليه وشعوذه وحركات، في ايه يا اسطى كمان جدا. اوكي غوريلا تهبت فيك مش هنمجد ليك، غوريلا تهبت فيك مش هنمجد ليك. بص التقارب الصوره ما بين الغوريلا لما بتهبت بتاعتها كده والناس لما بتمجد لحد كده فاهم، اللي هو احنا مش هنعمل كده احنا هنعمل كده. وهنا بفتكر جمله عبقريه جدا بتقول لك ان when you're having sex with a gorilla you're not done until the gorilla is done. اخر بار معانا بحبه جدا بيقول لك ايه، تفاعل منك مش شايفين صاحبي هنصفيك. اللي هو في مجتمع الفيسبوك الناس المشهوره على فيسبوك عندهم حوار معين كده ان بيجي فولورز كتير جدا، وبعد فتره الناس اللي هي ما بتعملش لايكس او بتسيب كومنتس الانفلونسر بيصفيهم يعني اللي هو بيمسحهم وكده. نفس الوقت هنصفيك اللي احنا هنروح يعني هنروح فاهم هنقتلك. فهو بيقول له في فحوى الاغنيه بيقول له ان انت لو جيت تكلمنا هنقتلك، لو رديت علينا هنقتلك، لو ما ردتش علينا اروح فين اروح فين واجي منين، طب اعمل ايه انا دلوقتي. مدد روح اسمعوها دلوقتي بجد، احنا ما خدشناش سطح مدد كده، روح اسمع مدد من احسن ديسز في مصر في المطلق. الحلقه تعتبر خلصت هنا، والحته اللي جايه دي يعني مش هنفتي وهنقعد كده نتمزج
في كلمتين محتاج اقولهم عن اغنيه مش واخده حقها قوي، ممكن ما تكونش من ذوقك بس انا حاسسها من اقوى الاغاني اللي موجوده في مصر حاليا، وهقول لك ليه عشان حاجه انترستنج جدا بالنسبه لي. بس تعالى اقفل الدنيا دي بقى، الحلقه تعتبر خلصت، شكرا للناس اللي عايزه تمشي دلوقتي، تعالى نقعد كده ايه نستقنيس ومع بعضينا. اخر اغنيه معانا النهارده او اكتر اغنيه عجباني في الموضوع كله، الاغنيه دي بالنسبه لي احسن اغنيه لويلي عملها مع شخص لطيف اسمه دجيزة، الاغنية اسمها حارت العز. ويلي عموما بيشتغل على حبة اغاني رايقة جدا، منهم مثلا اغنية ليالي، احلى من غير بابلو باي ذا واي انا اسف، واغنية ليالي فيها حتة بحبها جدا، زيد خالد بيعرف يكتب جميل، في حتة بيقولك ايه ودينا بنعوض ليالي انا فيها بكيت، لا 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 بمزح ولا مرة بكينا عيب احنا كبار، فاهم اللي هو تحس نوعا ما بيحاول يحافظ على الوقار على رأي شخص ما بس بيفلت بلسانه وكده، فاغنية رائعة جدا نسمعوها. بس دي مش النقطة، بالنسبة لي احسن اغنية الويلي مشارك فيها هي اغنية حارت العز لدجيزة. ليه؟ تعالوا نسمع ليه. قبل ما نخش في الاغنية عايزكم تبصوا على اللوحة الفنية دي للفنانة لورنس سنول، زي ما انتم شايفين كده لوحة جميلة جدا، تحسها ان هي نوعا ما لاستين زي لما بيبقى فيه الازاز اللي مرسوم عليه ده، او لو يعني هي شبه اللوحة اللي بتترسم على الازاز او لوحة الزيت، هي لوحة اكليريك اصلا، بس الفكرة ان هي فيها لمحة كلاسيكية جدا وابعاد وجميلة ومش عارف ايه، وبعد كده تلاقي الراجل لابس كروكس، فكأنها لوحة كلاسيكية محطوط فيها منتج للمواطن اللي من الطبقة المتوسطة او الفقيرة، فاهم ده ايه علاقته بالاغنية اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة؟ تعالوا نسمع. يا عادينا منسى اصلا مش فاكرة، واخد بالك المود رايق ازاي مع طبقة الصوت الاوتوتون اللي مختارها الويلي مع البرودكشن، في روقان كده تحس ان مزيك كلاسيكية شوية، في نفس الوقت لو ركزت مع الليركس شوية وهنخش في الليركس اكتر، الليركس جميلة وفي حتت صايعة جدا في الكلمات، بس في نفس الوقت في حتت في الكلمات تحس ان هي كروكس، مش قصدي اغلط في الاغنية، بس قصدي ان هي حاجة معاصرة جدا. فتعالوا اشرح لكم الاول فكرة صغيرة في دماغي، مش عارف الحاجات دي كلها مرتبطة ببعض ولا لا، بس في حاجة درسناها في الجامعة اسمها عصر ما بعد الحداثة، دي علاقة نوعا ما من غير ما نخش في تفاصيل بان انت بعد الحرب العالمية التانية الفنانين والناس في المجمل بدأوا يحسوا ان الحياة ملهاش معنى وممكن تخلص في اي لحظة، فبالتالي كل الاستراجلز بتاعتك والالام اللي بتعدي بيها ملهاش معنى، فبقى فيه لوح فنية كتير بلا معنى لان المعنى ملهش لازمة، فاهم؟ فالفترة دي اللي طلع فيها مثلا فنانين زي بولوك والفن التجريدي والتكعيبي وحوارات كتير جميلة كده، وفي الفترة دي طبعا طلعت التوجهات الثلاثة العدمية والوجودية والعبثية، الفكرة ان الناس بقت حاسة ان مفيش معنى، فبالتالي الفن اللي هو المفروض يبقى حاجة جميلة مش لازم يبقى فيه عمق، وبالعكس احيانا مش لازم يبقى جميل اصلا. بس بعد كده حاسس ان احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة ابعد شوية، ان ممكن حاجة يبقى شكلها جميل جدا ومعمولة باسلوب المفروض ان هو مهيئ انه يشيل حمل معنى تقيل قوي، ومع ذلك يبقى ما فيهاش معنى. برضو حاول دايما تستوعب ان انا مش بشتم الاغنية، بالعكس الاغنية عجباني جدا، بس اللي هو فكر مثلا في فيلم كان نزل اسمه Suicide Squad، تمام؟ الفيلم ده كان فيه من الاغاني اللي محطوطه فيه اغنيه لفنانه صديقه لا اعلم اسمها، الاغنيه دي كانت بتقول I need a gangster dude please مش عارف ايه كده to love me better، فهي من الاخر بتقول انا عايزه واحد بلطجي 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 بصوت ملائكي، انت مستوعب؟ نفس الوقت ممكن تسمع اغاني مثلا للاستاذه القديره لانا ديل ري، هتلاقي صوتها والمزيكا اللي هو انت ممكن تقفي في اوبرا تظبطي الاداء، ومع ذلك تبص على بعض الكلمات تلاقيها بتقولك ان في حاجات تيست لايك بيبسي كولا، اللي هو انا بقف بهنج ان احنا دلوقتي عدينا في مرحله ما بعد الحداثه اللي هو مفيش معنى ومش مهم، لمرحله ما بعد الحداثه، ولا انا مش لاقي الاسم الفلسفي ليها مش عارف، وكل ده مش مهم، الفلسفه مش مهمه، بس الفكره دلوقتي بنتكلم في ايه. تعالى نسمع الحته دي من الاغنيه عشان بس نفهم الدنيا. تخيل كده كان افلام تارانتينو اللي هي فيها حاجه جميله جدا بس هو من الاخر عايز يفجر ويعمل دم ومش عارف ايه، زي مثلا كان في دراسه اتعملت على افلام مايكل باي بتقول لك ان افلامه بتتعمل باسلوب معين عشان يخدع عينيك ان انت تنبهر، وهو ما بيحطش معنى في الافلام دي، يعني مثلا زي ان لقطه ان هم بيلعبوا باسكت بول عادي واللقطه ما فيهاش اي معنى دراميا يروح مصور باسلوب معين يهز قلبك، انت متخيل وهم بيلعبوا باسكت بول في فيلم مش عن الباسكت ولا ليه علاقه بالباسكت ولا اي حاجه، انت متخيل؟ فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ فالمزيكا تحديدا الموضوع ده بيبقى خطير فيها عشان المزيكا ممكن تلعب على اوتار مشاعرك بطريقه عبقريه جدا. ف تعالوا هسمعكم عشان تفهموا اللي انا بتكلم فيه. خلاص يا ابن بعد عايزه مني، جيلي في الاحلام شايله مني،
فهو من الاخر واحد بيقول مش عارف للاكس ولا لنفسه ان هو هيز اوفر ات، يعني هو الموضوع ما بقاش ليه معنى بالنسبه له. وليه بقول مش عارف هو بيكلم الاكس ولا بيكلم نفسه؟ لانه بيقول بتجيلي في الاحلام شايله مني ليه. فهو نوعا ما جزء من السب كونشنس بتاعه بيقول له ان هو عمل حاجه غلط. اوكي بس تعالوا نكمل. السلام هستنى مش هستنى. انت سامع اخي العزيز هو قال ايه؟ اولا سامع طبقه الصوت والجمال العذبه جدا جميله جدا. اوكي نفس الوقت هو بيقول لك ايه؟ قالت لي مش هستناك فهستناها، اكيد هستناها. سكوسكو سكوسكو في المشمش هستناها، سكوسكو في المشمش بطبقه الصوت دي. حد مستوعب اللي انا قصدي عليه؟ في لوحه الموناليزا كده، موناليزا ماشي، بس هي سكوسكو في المشمش. اوكي فاهم قصدي؟ ده اللي انا قصدي عليه في ما بعد الحداثه. تخيل ان انت سامع المزيكا دي وفعلا لما سمعتها بهيد فونز كده نوعا ما هتحرك قلبك، هتحس ان هو الراجل ده بيقول حاجه، يعني عارف انا ممكن اعيط على الكلام ده، بس لما تركز تلاقيه بيقول سكوسكو في المشمش مش هستنى. يو لو انت متخيل للحظه ان انا غلطان في اللي انا شايفه ده، والراجل ده ممكن يكون قصده حاجه فيها ديبث واستاتيك كده وجميله ومش عارف ايه، اتفرج على الفيديو كليب اللي هو عامله للاغنيه وهو بيقول مع فمع السلامه بيعمل كده اهو. فمع السلامه كده اهو. انت اسمع الاغنيه لوحدها وحس بهذه المشاعر اللي جاي لك من المزيكا وطبقات الصوت اللي لمسه قلبك وكل حاجه، وبعد كده تشوف الفيديو كليب اللي متصور بطريقه مسلسلات سنه 2004 وهو بيعمل كده اهو كده اهو. في تفاوت في السرعات، فهل هنا مثلا انا مش فاهم. اوكي وبعدين كمل كده للاخر بقى فيقول لك الاكس فشختك. حس ان الحته بتاعت فشختك الاكس بالصوت ده هي تعبير الفنان، وبعد كده اللي هيحصل دلوقتي ده تعبير الفنان التاني اللي ظبط المزيكا وعمل البتاع. ايه الروقان ده؟ المزيكا دي فين فيها ده؟ ده فين في اللي انت سامعه دلوقتي ده؟ Do I make sense؟ شكرا. قولوا لنا نفسكم نتكلم على فيكسات ايه الحلقه الجايه.